خطوة جديدة يقوم بها مسؤولون في وزارة الزراعة بقطاع غزة للتحقق من التزام المزارعين باستخدام المبيدات الزراعية وفق المعايير الصحيحة. هذا الإجراء المتمثل بتفقد المزارع سبقه بأيام إتلاف الوزارة كميات من الخضروات احتوت على بقايا مبيدات قالت إنها تسبب مرض السرطان. الكشف عنها تم بالفحص المخبري الذي وصل للوزارة حديثا. نستطيع أن نقول أن احنا في بداية الطريق، لأنه عمر الأجهزة اللي بيتم تحليل متبقيات المبيدات فيها هو حديث جدا، ولسه في بداية العمل بها، وبدأنا بهذا البرنامج بمجرد وجدنا في أنفسنا القدرة والإمكانية لفحص متبقي المبيدات في المحاصيل الزراعية. هذه العبوات لمبيدات تم حظر بعضها في غزة مؤخرا لأسباب صحية، لكن من وقت لآخر تسجل تجاوزات من مزارعين استخدموا المواد المحظورة. المزارع بعمل من غير قصد الحاجة هذه، وما فيش في نيته انه فيها ضرورة، او بده دورات ارشادية، بده توعية، بده تثقيف. تقول دراسات محلية ان معظم حالات الاصابة بالسرطان المتزايدة سجلت في المناطق الزراعية من القطاع، دون الجزم ان كانت القذائف الاسرائيلية التي استهدفتها بشكل كبير في الحروب هي السبب ام تلك المبيدات. رغم مساعي الجهات الرسمية لطمأنة المستهلكين بفرضها رقابة على المحاصيل، ثمة قلق يسيطر على شريحة واسعة منهم إزاء بعض المنتجات. في أسواق غزة يبدو الإقبال على الخضروات طبيعيا، لكن لسان الحال ينبئ بشيء مختلف. يعني في تخوف عنا من السموم البطولة بالخضار، بتلاقي الاشي قبل اوانه طالع، ليه؟ من كمويات اللي بحطوها. احنا بنتمنى من جميع المزارعين انهم يخلوا عندهم اللي هو الضمير، وازع الضمير اعلى بكثير بكثير من اللي هو البريق تبع المزيد من النقود والمزيد من المرابح. اما الاثر الحقيقي للمخاوف فترجم هبوطا كبيرا في اسعار انواع بعينها من الخضروات. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.